حان لقاؤنا الآن مع فقرة متميزة في شهر رمضان المبارك تجمعنا دائما مع الدكتورة نسرين صوان. صحتك في رمضان مع الدكتورة نسرين صوان. صباح الخير دكتورة. صباح الفل ليلى. رمضان الكريم وكل عام وأنت بألف خير يا رب، ينعاد عليك وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة. كيف رمضان معك دكتورة؟ الحمد لله الحمد طيب لله رب العالمين. دكتورة حابين نبلش اليوم معك بنصائح لمستمعينا الأعزاء. يعني ساعات صوم طويلة تقريبا 17 ساعة، ما هي الطريقة التي تبقينا أصحاء خلال شهر رمضان المبارك مع الحفاظ على رشاقتنا؟ شو ممكن حضرتك تعطينا اليوم نصيحة لكل عم بيسمع علينا اليوم؟ هو أول شيء ليلى إحنا لازم نعرف ليش إنه بعض الناس بزيد وزنهم برمضان، شو هي الأسباب؟ فعاد أول شيء يعني بدي أقول طبعا ساعات الصيام طويلة ونتناول الإفطار بوقت متأخر من النهار، وعندما يتم تناول الطعام بيكون في مأكولات عديدة، ويتم تناول الطعام كأنه there is no tomorrow، كأنه ما في بكرة. عارفة كيف يعني؟ نعم أطعمة يعني أطعمة تعرفي دكتورة بيقولوا الصايم عينه جوعانه، يا يعني بنطبخ ونعمل كذا أكلة كأننا مثل ما قلتي رح ناكل كل الأكل، لكن للأسف بتلاقي نفسك شبعتي مباشرة بعد لقيمات صغيرة جدا. يعني بس يعني في بعض الناس بيستمروا يعني يتناولون الطعام دون توقف في الفترة الممتدة من الفطور حتى السحور، وطبعا هذا الإشي يؤدي إلى كسل وخمول نتيجة امتلاء المعدة. بالإضافة إنه كثير في من الناس، يعني أنا عارفة إنك أنت بتقولي إنه يعني في بعض الناس ممكن من لقيمات يصيروا حاسين حالهم إنه شبعانين، بس مع الأسف إنه في بعض الناس يتناولون كميات كبيرة من الطعام، يعني أكثر من الكمية المعتادة اللي الشخص بيتناولها في الأيام العادية، لأنه بيقول إني أنا بدي أعوض ساعات الصيام الطويلة. بالإضافة طبعاً إنه الأطعمة المقلية المليئة بالدهون والسعرات الحرارية والحلويات المليئة بالدهون والسكريات، يعني هذا الإشي يسبب نتائج وخيمة بالنسبة لأي شخص بصوم وما بيتبع إرشادات معينة. الحقيقة من أهم الإرشادات اللي بدي أقولها علشان إنه إحنا أتليست ما نزود وزننا في رمضان، وإذا ممكن إنه نخفف الوزن في رمضان. يعني أنا في رأيي إنه رمضان هو شهر للعبادة وهو ليس شهر للأكل، مش إنه إحنا المفروض إنه ناكل الأشياء اللي ما بناكلها بالأيام العادية ناكلها برمضان، لأنه هذا الإشي الحقيقة رح يسبب الخمول وما رح نقدر إنه نقوم بالعبادات اللي المفروض إنه يعني إنه إحنا نعملها. من أهم الأشياء اللي المفروض إنه نسويها إنه نبدأ الإفطار بالتمر وكاس أو كاسين من الماء. الماء ما المفروض إنه يكون لا بارد ولا يكون ساخن، لأنه إحنا بدنا نساعد المعدة على الارتخاء قبل ما إنه إحنا نبدأ بالوجبة الرئيسية. نقوم بصلاة المغرب بعد هيك، لأنه بدنا إنه نعطي فرصة للمعدة إنه هي ترتاح شوية وإنه تكون مهيئة لاستقبال الوجبة بعد صيام لمدة 17 ساعة زي ما بتقولي. وهو الحقيقة إنه يعني إحنا يمكن نكون محظوظين بالنسبة للناس كمان اللي موجودين في أوروبا. أنا بنتي في فرنسا وبتصوم لعند الساعة 10:30 بالليل، فعاد يعني الحقيقة إنه يعني مع إنه إحنا ساعات الصيام عنا طويلة يا ليلى، بس في ناس بصوموا كمان أطول منا. فعاد يعني إحنا قلنا إنه إحنا بنبدأ طبعا بالتمر وبكاس الماء وبعديها بنقوم بالصلاة. متهيئ لي إنه أحسن شيء ممكن نبدأ فيه الوجبة الرئيسية هو الشوربة. هل توافقيني على ذلك؟ طبعا دكتورة، بس في عندي نقطة معينة حضرتك بدأتي فيها إنه تمرتين على الأقل. يعني هل حضرتك بتشوفي في بعض الناس بياخذوا 3 تمرات 4 5 وكأن التمر ليس له حساب؟ يعني لا هو أنا بحس إنه في سكريات كثير وفي
في مواد غذائية، في غذاء يعني مواد غذائية كتير بتتبع، سكرية فممكن طبعا. حضرتك توجهي نصيحة في هذا الموضوع لبعض الناس اللي بياخذوا ثلاثة وأربعة وخمسة وكأن الصبر لا حساب له في لا طبعا، الوجبة اللي الناس تناولها يعني. لا كفاية اثنين الحقيقة، كفاية اثنين مع المية. وبعدين بعد يعني لما نبدأ الوجبة الرئيسية بنبدأ طبعا بالشوربة والسلطة. يعني هي هذه يعني بالنسبة للشوربة والسلطة هي منخفضة في السعرات الحرارية، يعني كمان ما ناخد انه الشوربة تكون ثقيلة ومليانة بالدهون، يعني لازم انه نختار الاشياء كمان اللي بدنا انه ناكلها، تجنب الافراط في تناول الطعام يعني. وبنفس الوقت يجب الحرص على مضغ الطعام ببطء علشان انه احنا ما نسبب مشاكل للمعدة والجهاز الهضمي. وبالإضافة طبعا تجنب النوم مباشرة بعد تناول الإفطار، لأنه هذا الشيء يؤدي إلى عدم هضم الطعام بطريقة جيدة، وبنفس الوقت يؤدي إلى الارتجاع المريئي، الارتجاع المعدي المريئي. وهذا الشيء طبعا ممكن نحكي عليه في حلقة ثانية، لأنه هو هذا لحاله يعني يعتبر موضوع يعني موضوع كبير. بدل ما إنه ناكل حلويات وناكل مثلا وربات وكنافة يعني كل ليش يا الأشياء دكتورة؟ والله يعني هاي المشكلة، الحلويات في رمضانية من الصعب مقاومتها، يعني إذا بتعطينا هيك نصيحة هل منتنع عنها نهائيا ولا ممكن ناكل قطعة مثلا بين يوم ويوم؟ يعني طبعا ممكن قطعة، يعني كل يومين ثلاثة ممكن انه ناكل قطعة، ما ضروري انه احنا يعني مش ناكل كل كل يوم يوم. وربات لا لا وإفطار مش كل يوم. مش كل يوم. ممكن نستبدلها يا ليلى بالفواكه، ممكن نستخدمها مثلا، ممكن نستبدلها بالفواكه الطازجة او الفواكه المجففة. يعني هذا الشيء ممكن يكون كتير احسن من الحلويات، لانه الحلويات بتعطينا كمية كبيرة من السكريات، السكريات ممكن تؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين بصورة مبالغ فيها، وهذا الإشي يؤدي إلى الخمول. وبنفس الوقت كمان رح يحدث إنه إحنا نحس بالجوع يعني بعد فترة بسيطة، ونضطر إنه إحنا نستمر في الأكل. يعني أنا صعب إني أقول إنه ما تاكلوا يا ناس حلويات في رمضان، بس يعني عدم الإفراط، عدم الإفراط والتقليل طبعا هو الشيء اللي بقدر إني أنصح فيه. وأهم شيء يا ليلى الصراحة عدم إهمال الرياضة خلال شهر رمضان. يعني أنت قلتي لي إنه في أحد المستمعات سألت إنه هل فينا إنه نمارس الرياضة بشهر رمضان، وشو يعني شو الرياضات اللي ممكن نمارسها، وما هي أوقات ممارستها. يعني هذا شيء كتير مهم، موضوع الرياضة كتير مهم. يعني طبعا ممكن إنه يحدث خمول في رمضان وإنه إحنا نحس إنه ما فينا نمارس الرياضة، تمام بس دكتورة، أنا بحب قبل ما نقول ممارسة الرياضة، لماذا يحدث هذا الخمول؟ يعني بتحسي الإنسان ما عنده قوة، هل بسبب ديهايدريتس يعني نقص سوائل في الجسم بسبب عدد ساعات الصوم الطويلة؟ لماذا يحدث هذا الخمول أولا، وكيف يمكن أن نتجنبه؟ نقوم بممارسة بعض التمارين الرياضية وأيضا ممارسة بعض الاكسرسايزز يعني أثناء النهار حتى نبقي جسمنا نشيط ونتحمل لآخر يوم. يعني هلا بالنسبة للخمول متهيألي أهم سبب من أسباب الخمول يا ليلى هو تناول الكثير من الكربوهيدرات على الإفطار، النشويات. طبعا الحصول على الكثير من الجلوكوز بالدم ممكن إنه هو يعني ممكن إنه يؤدي إلى زيادة الأنسولين، وزيادة الأنسولين ممكن إنها تؤدي للخمول، وكمان زيادة الأنسولين ممكن تؤدي إلى زيادة الميلاتونين كمان، وتؤدي إنه الواحد بده يكون حاسس إنه هو بس بده ينام. بالإضافة إنه بنتناول كميات كبيرة من الطعام ومتنوعة، وممكن من الأكل اللي إحنا بناكله بعض الأشياء يكون بتسبب لنا حساسية، والحساسية هذه ممكن إنه هي كمان تؤدي إلى الخمول. الشعور بالحموضة، يعني هلأ في ناس كتير من كتر الأكل والوجبات الدسمة ممكن إنه يصير في عندهم شعور بالحموضة، وهذا الشيء يؤدي إلى تغيرات طفيفة في الرقم الهيدروجيني في الدم. وعندما تنخفض يعني الحموضة تبعت الدم
هذا الاشي بس يعني ممكن انه يسبب يعني يصبح الدم اكثر قلوية، ويترتب عليه انه الجسم ممكن انه يصير فيه خمول، بالاضافة طبعا لما تكون يعني الدم حيتدفق لمنطقة واحدة بالجسم يعني بصورة اكبر، لما مثلا المعدة تمتلئ، المعدة اذا امتلأت بصير يعني اغلب الدم متدفق ناحية المعدة، فعاد بقل تدفق الدم للدماغ، وهذا الشيء يؤدي إلى الخمول. بالإضافة طبعا الوجبات الدسمة والوجبات الغير صحية، الكميات الكبيرة من الأكل، يعني قلنا كمان يعني برضو نقص السكر في الدم إنه يؤدي إلى زيادة الإنسولين، وزيادة الإنسولين ممكن إنه هي تؤدي كمان إلى الخمول. يعني كل الأشياء هذه مجتمع. نعم. يعني مجتمع، علشان هيك يعني بصراحة أهم شيء هي نوعية وكمية الطعام، نوعية وكمية الطعام. ما في داعي لتنوع شديد في الطعام، يعني إنه يكون مثلا من الحلويات عدة أنواع، من اللحومات عدة أنواع، من يعني هو إثنات، يعني هو هذا مش روح رمضان. يعني يا وذكرنا دكتورة مثلا نعمل سفرة نخفيها 10 أطباق من الأكل أو 10 أصناف، هيدي مش عادات صحية، صح؟ لا لا مش عادات، وبعدين يعني عدة مرات احنا قلنا انه بدل ما انه نصرف مصاريف لا نهائية على الاكل في رمضان، ممكن انه احنا نشارك ناس تانيين، الناس اللي ما عندهم يعني ما عندهم اكل، الناس اللاجئين، الناس الفقراء، بدل ما انه احنا مثلا يعني نصرف على المائدة الرمضانية مصاريف باهظة وليس لها يعني ليس لها نهاية، نقسم هالشيء بيننا وبين ناس ما عندهم أكل أو ما عندهم يعني مصادر إنه يقدروا إنهم هم يعني إنهم يفطروا، أو إنه حتى يصوموا رمضان بطريقة مضبوطة، ما بكونش في عندهم يمكن غير مثلا الخبز إذا توفر. فعاد يعني هذا الشيء كمان كتير مهم، بدل ما فلذلك نكون قد ابتعدنا عن روح رمضان دكتورة، لما احنا بنكرس وقتنا للطبخ طول النهار، ليس هذا المقصود من شهر رمضان المبارك. لا يعني رب طبعا العالمين اختص هذا الشهر بالروحانيات، ليس من روح رمضان ان نكرس وقتنا طوال النهار للطبخ، هو مؤذي صحيا ونفسيا وروحيا، صحيح أكيد دكتورة؟ طبعا طبعا فينا نعتبر أكيد يعني أكيد. وأنا بقول يعني دايما بقول طبخة واحدة is more than enough، بالإضافة للسلطة والشوربة، يعني هذا الشيء بيكون كتير يعني هو هذا الشيء السليم، ومن غير المبالغة، من غير المبالغة بالأنواع وبالكميات، لأنه وبعدين رقبة المنزل يعني هذا الشيء من مسؤوليتها، إنه هي يعني بدل مثلا ما انها تعمل كميات كثير كبيره، انه تعود الاسره تبعتها انه يعني روح رمضان انه احنا يعني ما نبالغ في الموائد الرمضانيه. وطبعا عدم اهمال وجبه السحور، هذه نقطه كثير مهمه يا ليلى، يعني وجبه السحور كثير مهمه، لانه وجبه السحور بتمدنا بالطاقه تقريبا لطول فتره الصيام. لازم انه وجبة السحور تحتوي على الكربوهيدرات اللي هي بطيئة الحرق، اللي احنا بنسميها الحبوب الكاملة او النشويات المعقدة، بالاضافة طبعا للفواكه والخضار الطازجة. متهيألي هذا الشيء يعني احسن من ما انه مثلا الناس يعبوا الصحون تبعتهم رز ولحمة. و يعني الحقيقة إنه أنا مرة من المرات لما كنت في العمرة وكانت في رمضان، ويعني كنت بستغرب جدا لما كنت بنزل على وجبة السحور وألاقي الناس عاملين أهرامات من الأكل، يعني أهرامات والله يعني أكثر من طبق بيكون، والأطباق مليانة، يعني الحقيقة بعيدة جدا عن روح رمضان. بالإضافة طبعا إحنا بننام بعد السحور، يعني تصوري انه كميات الاكل هذه وين بدها تروح؟ طبعا ستسبب الارتجاع المريئي، ومش راح تكون صعبة الهضم، وبنفس الوقت ممكن انه يعني تسبب زيادة بالوزن، لانه الشخص بياكل وبينام. فعاد هذه الاشياء كلها يعني ممكن انه خليني دكتورة أشارك معك في حديث نبوي شريف، نحن قوم إذا أكلنا لا نشبع،
يعني لازم نخلي سبيس في المعده. فهذا طبيا اثبت انه صحيح تماما، انه انت لما بتاكلي ما تكوني شبعانه تماما تماما. صحيح ضروري يعني، دكتوره؟ احنا قوم لا ناكل لا لا لا، حتى نشوى اذا اكلنا او اذا اكلنا لا نشبع. واذا اكلنا لا نشبع. بصراحه تمام. هو هذا روح الاسلام وروح الدين وروح رمضان كمان. وبعدين يعني الحقيقه انه روح رمضان هي له المشاركه. فائدة صحية طبعا. طبعا طبعا الإنسان ما يأكل فول حتى ما يكون متخم، يعني حتى ما يصاب بالتخمة طبعا. طبعا بالاضافه طبعا انه احنا بدنا نحاول انه نستمر في التمارين الرياضيه وقت رمضان، ومن يعني من احسن الاوقات. يعني اجابه على سؤال المستمعه اللي يعني اللي سالته، انه من احسن الاوقات رح يكون بعد الفطور تقريبا بساعتين. وطبعا احنا بعد ساعتين بنكون في صلاه التراويح، يعني المفروض انه يكون بعد صلاه التراويح اذا الواحد بيقدر انه يعمل هالشيء. في بعض الناس بيقدروا انهم هم يلعبوا تمارين رياضيه just before البريكفاست، يعني بس في انه مثلا ساعه قبل الفطور، على اساس انه يقدروا انهم هم يشربوا وياكلوا بعد هيك. يعني لانه تذكري كمان اذا الشخص بده يلعب رياضه خلال ساعات الصيام صعب جدا، لانه بيكون مستوى الجلوكوز كثير كثير واطي بالدم، وما في مجال انه الشخص ياكل بعدها، وبنفس الوقت انه ما في مجال انه يقدر يشرب، وممكن انه يحدث ديهايدريشن، وبالذات اذا كان لما بيكون رمضان في وقت الصيف زي ما احنا هلا في الوقت هذا. يعني انا ما بشجع الناس انه هم يعني يقوموا بعمل التمارين الرياضيه خلال ساعات الصيام. من الأحسن إنهم. طب دكتورة، في أقل من دقيقة يعني وردني سؤال على تويتر. الدكتورة بيقولوا إنه المشي قبل الإفطار مباشرة، يعني قبل ما تفطري كما قيل لها، إنه أفضل وقت لحرق الدهون، هل تتفقين مع هذا الرأي؟ طبعاً طبعاً، أنا هذا اللي بقوله، إنه إحنا يعني ممكن انه نقوم بعمل التمارين الرياضيه يعني بس قبل الافطار، يعني تقريبا نص ساعه او ساعه قبل الافطار. هذا الشيء يؤدي الى حرق الدهون، وبنفس الوقت يعني ما راح يكون عند الشخص يعني ديهايدريشن من غير ما يقدر انه يعوضه. يعني وانس انه الواحد مثلا بدا انه يعرق وبدا انه يفقد الماء، نقدر على طول انه نعوضه لما على وجبة الإفطار. يعني على طول رح ناكل التمر ورح نشرب كاسة أو كاستين من الماء. في هذه الحالة نقوم بالتعويض. يعني صعب جدا صعب جدا إنه الشخص يقدر يعمل الشيء هذا خلال فترة الصيام. اليوم حوارنا معك عن الارتجاع المعدي المريئي، كلنا يشعر ربما بحموضة دكتورة عالية جدا مركزة بعد الفطور وحتى قبل الفطور، ما سبب هذه الحموضة دكتورة صوان؟ هو الحقيقة يا ليلى، أول شيء بدنا نحكي عن الارتجاع المعدي المريئي، لأنه هو حالة منتشرة جدا، وبعدين تسبب يعني مشاكل كثير عند كثير من الناس، وتؤثر على نوعية الحياة بصورة كبيرة. أول شيء بدنا نعرف شو هو الارتجاع المعدي المريئي، شو هو المريء وكيفية اتصاله بالمعدة. هلأ بالنسبة للمريء، هو عبارة عن أنبوب عضلي طويل يمتد من البلعوم إلى فتحة المعدة، وبعدين في نهاية هذه يعني هذا الأنبوب توجد حلقتان عضليتان قويتان ما بخلوا الطعام إنه يمر من المعدة للمريء، هم بيخلوا بس الطعام يمر من المريء للمعدة يعني باتجاه واحد. المفروض انه العضلتين اللي عم بحكي عنهم انه يمنعوا ارتجاع الطعام من المعدة الى المريء والبلعوم، بس اذا حدث خلل وظيفي في العضلة السفلية للمريء او انه لم يكتمل نموها خلال السنة الاولى من مرحلة الطفولة، تصاب هذه العضلة بالضعف والارتخاء، وهذا يؤدي إلى التدفق العكسي لمحتويات المعدة. وطبعا محتويات المعدة لها خصائص حمضية، وطبعا الحموضة لما بتروح عند المريء ممكن إنها توصل للبلعوم وتسبب الشعور،
بالحرقة التي يعاني منها الكثير من الناس. يعني هلأ كثير في من الناس ما دخل حتى شو العمر، طبعا بزيد هالشي مع تقدم العمر، بس ممكن انه حتى يعني ممكن هذه الأعراض تحصل في الناس اللي يعني مو كبار، ممكن انه يكونوا أطفال حتى، يعني على اختلاف الأعمار. ويعني زي ما قلت لك انه هو عبارة عن مرض سائع، وهو عبارة عن تدفق عكسي للعصارة المعدية ومحتويات المعدة من إنزيمات وعصارات هاضمة، وهذا الشيء يؤدي إلى أعراض. الأعراض أهم الأعراض هي حرقة في المعدة، يرافقها حرقة في الجزء السفلي من الصدر، وممكن إنها توصل لأعلى الحلق، وممكن إنه تدوم دقائق، ممكن تدوم ساعات، وبالإضافة إنه يحدث مذاق لاذع أو مر بالحلق، وبعدين بيكون الشخص يحس بارتجاع الطعام، وطبعا الألم يتزايد عند الانشناء أو الاستلقاء أو ممارسة التدريبات أو حتى السجود والركوع، لأنه السجود والركوع ممكن إنه يعني طبعا يعني إنه يزود هالشي، لأنه يعني هو عبارة عن انشناء طبعا. هلأ في يعني بدي أقول لك، هو أنا اخترت إني أنا أحكي في الموضوع هذا في رمضان لأنه هو بزيد برمضان. تماما دكتورة، يعني حتى اللي عندهم أسيد ريفلكس بشكل سيفير ممكن يعانوا منه أكتر من غيرهم كمان. طبعا يعني هي الفكرة إنه إذا كان هالشي موجود أصلا بزيد في رمضان، لأنه كل الأشياء اللي يعني أول شيء بناكل وجبات دسمة، وبناكل وجبات تحتوي على مثلا الفلفل، على الطماطم، الأشياء اللي ممكن إنه هي تزود الحموضة في المعدة، بالإضافة طبعا إنه نستلقي بعد تناول الوجبة، أو إنه حتى يعني طبعا هو ليش إحنا دائما بنقول إنه نصلي المغرب قبل ما ناكل بيكون أحسن، لأنه إذا أكلنا وجبة كتير دسمة وبعدين يعني قمنا بالصلاة ممكن هذا الشيء يزود الموضوع هذا، بالإضافة طبعا لتنوع الأطعمة الدسمة في شهر رمضان وكمية الأكل كمان. يعني طبعا أنا قلت لك إنه الأعراض هي الحرقة، الشعور بارتجاع الطعام، كمان في صعوبة بالبلع، يعني ممكن إنه الشخص ما يقدر إنه يبلع المريض، وبعدين ممكن إنه الصوت يتغير، ممكن إنه يسبب رائحة كريهة للفم. بالإضافة كيف يعني الصوت يتغير دكتورة؟ يعني بيكون إنه مبحوح مبحوح ومخنوق تقريبا. تمام. بالإضافة طبعا للتجشع، وبعدين طبعا السعال المزمن بسبب ارتجاع الحامض المعدي إلى أعلى المريء، وبعدين هالحامض هذا ممكن يدخل إلى المجاري التنفسية، وممكن إنه تسوء الحالة وتزيد الحالة مع التقدم في العمر، وطبعا كمان تناول الطعام في وقت متأخر بالليل والاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، كل الأشياء هذه بتحدث في رمضان. علشان هيك أنا يعني قلت إنه فرصة إنه إحنا نحكي. موضوع مهم جدا أخرى. جدا دكتورة، وفعلا يعني حتى أنا كنت خايفة على صوتي لأنه صوتي عم بينبح دكتورة هو صوتي بيقولوا لي أحلى شيء يعني، فأنا كنت عم بحس إنه في غصة يعني وفي بحة هيك مثل ما عم تقولي، لأنه كتير بعاني من أسد ريفلكس، وطبعا وأي إعلامي صوته هو كل ما يملك أو رأس ماله مثل ما بيقولوا المهني. لا طبعا لا سلام شكرا يا دكتورة، لازم تديري بالك. أيوة أعمل له حقوق حفظ يا دكتورة، صحيح إنشورنس. يعني إحنا حكينا يا ليلى عن الأعراض، بس طبعا كمان المسألة مو بس في الأعراض، مع إنه الأعراض ممكن تؤثر على نوعية الحياة، يعني هالشخص مثلا أو المريض اللي عنده سعال مزمن بسبب ارتجاع الحامض المعدي إلى أعلى المريء ما بيكون قادر يستمتع بحياته، بالإضافة طبعا الصعوبة في البلع، الحرقان، التجشع، كل الأشياء هاي. بس في مشاكل ممكن إنه تحدث ومضاعفات. هلأ اللي بصير إنه مع الأسيد ريفلوكس أو إنه هو الارتجاع المعدي المريئي المزمن، ممكن إنه يتطور المرض وإنه يحدث نزف أسفل المريء، ونتيجة لتقارحه بتأثير الحامض المعدي، أو إنه يحدث تضيق في الفتحة تاعت المريء
من وجود الحمض، وبالإضافة طبعا ممكن إنه تحول الخلايا المبطنة للمريء إلى خلايا سرطانية أو أخرى قابلة للتحول إلى أورام سرطانية، وتسمى هذه الحالة بنسميها باريتس أوسوفاجايتس. يعني هذا الشيء الحقيقة، يعني في أحد المرضى عندي زوجها أصيب بالشيء هذا، والحقيقة إنه يعني حياتهم تحولت لجحيم بعد الموضوع هذا. يعني بهمني إنه المرضى اللي بيصير عندهم هالشيء مو إنه بس يروحوا يا ليلى على الدراج ستور ويجيبوا شوية أدوية ويبدوا ياخدوها. يعني مع الأسف صار وجود الأدوية هاي وتوفرها في الدراج ستورز as over the counter medications بتخلي المرضى إنه هم بيستسهلوا وما بيروحوا عند الطبيب، وفي هذه الحالة ممكن إنه يصير معهم المضاعفات وهم مو عارفين. هم مو عارفين، بدها متابعة كثيرة. طب دكتورة، نحن حكينا على الأعراض وعلى المضاعفات، كيف نقللها؟ يعني في بقي لدينا أيام قليلة طبعا شهر رمضان، لكن هذا الموضوع بالعموم أيضا كيف نقلل؟ أثرتي عدة نقاط هامة حقيقة، إن الواحد ما يأكل متأخر بالليل وينام ويستلقي، لأنه بيصير معه الحالة أكثر بعد الاستلقاء، وعند بتلاحظ هي اكثر. انا شخصيا دكتور بلاحظه اكثر لما الواحد بيفيق من النوم او بيصحى من النوم، بيحس انه كميه الحمض اكثر، والسعال بيتعرض له في الصباح الباكر اكثر بكثير. طب كيف فينا تو افويد هالموضوع، نتجنبه؟ في عده اشياء احنا ممكن نعملها. اول شيء انه تخفيف الوزن، زيادة الوزن ممكن. يا دكتورة حطيتي ايدك على الوجع هون. لأنه بالذات ليلى زيادة الوزن في منطقة البطن بتعمل ضغط على المنطقة هاي، فعاد احنا لازم نحاول انه نخفف الوزن. طبعا في شيء يعني ما فينا انه نعمل في شيء بالنسبة للسيدة الحامل، طبعا الضغط اللي بيسببه البيبي ممكن انه هو يزود هالشيء عندها، فعاد لازم انه هي تعمل الأشياء التانية علشان انه تخفف من الارتجاع المعدي المريئي. الأشياء اللي ممكن إنه تزود هالشيء، نحاول إنه إحنا نمنعها، التدخين، الكحول، الإفراط في تناول الشوكولاتة، الكافيين، كل الأشياء هذه ممكن إنها تساعد في زيادة الارتجاع المعدي المريئي. تناول كميات كبيرة من الطعام ذات سعرات حرارية عالية، بالإضافة في بعض الأدوية طبعاً، في مثلاً الأدوية اللي ممكن تزود الأشياء هذه، أنتيبيوتيك زي التتراسايكلين بيزودها، في بعض الأدوية اللي هي بنستعملها للربون يعني لتوسيع الشعب الهوائية ممكن كمان إنها تزود الشيء هذا، بس طبعا ما فينا إنه إحنا ما ناخدها، بس أنا بقولك إنه هاي الأدوية ممكن إنها تسبب كمان زيادة في الحالة. إحنا ممكن إنه نغير النمط وأسلوب الحياة، إنه نتجنب تناول وجبات كبيرة، لأنه هالوجبات الكبيرة بتبقى في المعدة لمدة أطول وتزيد من فرصة حدوث التدفق العكسي والارتجاع المعدي المريئي. يجب أن نتناول وجبات صغيرة تفصلها فترات قصيرة، بالإضافة أنه عدم تناول المأكولات والمشروبات التي تزيد الإفرازات الحمضية. معلش دكتورة، ما هي بعض هذه المأكولات قبل أن يداهمنا الوقت؟ يعني لو تعرفين الوجبات الدسمة يا ليلى. يعني مثلا الحلو بالقشطة دكتورة هلا. طبعا. مثلا يعني الفريكة بالسمنة أكيد، الحلويات الدسمة، المقالي مثلا، كل هذا الشيء. المقالي، منتجات الطماطم، الوجبات الدسمة وعالية الدهون، المشروبات الغازية، الفواكه الحمضية، الثوم، البصل، الحليب الكامل الدسم. يعني هو كل الفواكه الحمضية دكتورة، يعني البردقان كله وبعدين يجب أن نتجنب التدخين، تجنب تناول الكحول. يعني هلأ النيكوتين الموجود في السجائر والدخان ينبه إفراز الحامض المعدي. يعني بلا ما نشرب أرجيلة بعد رمضان دكتورة. والله أرجيلة يعني بالجراج مثلا. لا والله والله يا ليلى، هذه الأرجيلة الحقيقة منتشرة جدا. يعني لا خاصة يعني بالجراج هلا بوقت الصيف دكتورة. يعني أنا صراحة عمري ما جربتها، بس ما بعرف ليش الناس بحبوها.
بس يعني الحمد عادة، لله. هي عادة هابت دكتورة، عادة عادة، احنا بس عايشين عادة عادة كمان لازم نحكي عنها أكتر وأكتر. للأسف أنه إلى الآن أجادل العديد من ممن يعني بياخدوا أرجيلة ما بيعرفوا ضررها حقيقة بالشكل الكافي، يعني يعتقدوا خطأ أنه التدخين هو أكثر ضررا من الأرجيلة، وهذا خطأ لا شاسع والله دكتورة. هم التنين أوحش من بعض الحقيقة نعم ليلى. نعم نعم بس هلا نعم تفضلي دكتور. من الأشياء اللي كمان لازم إنه إحنا نتجنبها الأطباق الساخنة جدا والباردة جدا والمشبعة بالتوابل والدهون والأغذية المقلية والأطباق المسبكة. نحاول إنه إحنا نشرب مية، لأنه تذكري إنه المية ممكن إنها تعادل الحموضة، يعني هذا الإشي ممكن يساعد. بعدين عدم النوم بعد تناول الطعام، الجلوس بعد تناول الطعام أحسن من النوم والاستلقاء على الأريكة، لأن وضعية النوم الأفقية تجعل الحمض يخرج من المعدة إلى المريء. ويفضل المشي، ولكن عدم لعب الرياضة والانشناء بعد تناول الطعام. وبعدين عند النوم كثير مهم إنه نحاول ننام في سيمي سيتينج بوزيشن، إنه الجسم يكون إنه الرأس يكون مرفوع عن مستوى الجسم، مش الرأس طبعا، هو بدي أقول إنه النصف العلوي يكون مرتفع عن مستوى الجسم لتجنب الارتجاع المريئي. وبعدين عدم الضغط على المعدة بارتداء الملابس الضيقة. وبعدين في يعني طبعا أدوية بسرعة رح إني أنا أحكي عنها. في عنا إحنا من الأدوية في عنا الأنتاي أسيد، وموجودة طبعا في كل الدراج ستورز. في غير الأنتاي أسيد في عنا اللي هو H2 ريسبتور أنتاجونيست، أو انه هي مضادات الهستامين، ويعني تعد من يعني من الاشهر الادويه اللي بنستعملها لتخفيف حموضه المعده. في منها الفاموتيدين او البيبسيد، موجود طبعا اوفر ذا كاونتر. بالاضافه طبعا في عندنا مثبطات مضخه الهيدروجين بنسميها بروتون بامب انهبيتور، زي الاوميبرازول او البرايلوساك، وهو موجود. بس لا يعني هذا اني انا بنصح الناس انه هم يعني ياخذوا الاشياء هذه من غير ما انه يستشيروا الطبيب. كثير مهم استشارة الطبيب. بالاضافة طبعا في ادوية تسرع افراغ المعدة زي الميتوكلوبراميد، هو هذا الاشي كمان احنا بنستعمله، هذا الدواء بنستعمله بساعد في انه يقلل من التقيؤ كمان. بس في كل الأشياء هذه بفضل إنه استعمالها تحت إشراف الطبيب، يعني مع إنه في بعضها موجود أوفر ذا كاونتر في الدراج ستور، بس يستحسن إنه كل شخص عنده الأعراض هذه اللي أنا حكيت عنها إنه يحاول إنه هو يغير نمط الحياة، ويعني يبتعد عن الأشياء اللي إحنا قلنا إنه هي ممكن تسبب هالشي هذا، بالإضافة لمراجعة الطبيب. دكتورة يا ريت يكون موضوع حلقتنا أهم جدا للأسبوع القادم، تغيير نمط الحياة، changing style life، مهم جدا. ماذا نعني بهذه الكلمة؟ العديد منا بيحاول وبيعمل محاولات جادة، لكن ربما ما في تركيز على نوعية تغيير نمط الحياة ربما لأجل حياة صحية أكثر. نتمنى أن نكون معك في هذا الموضوع في الأسبوع القادم. نشكر لك حضورك دائما معنا في صباح الخير ميشيغان. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف ألف خير يا رب. شكرا لك دكتورة. يسعد صباحك ومسائك ليلى وكل المستمعين بإذن الله. إلى اللقاء دكتورة. إلى اللقاء. باي باي.